سي الحبيبي، ظل ظروف نقل صعبه في ملعب شنيني وحتى في الملاعب الاخرى، شنو رايك؟ هاك تشوف في يبدو لي في كل ملاعب ولايه جابس باستثناء الملعب المركب، معناها الملعب المعشب، الملعب الاولمبي، الملعب الاولمبي في جابس اللي فيه منصه صحفيه حقيقيه، بقيه الملاعب كلها تفتقد لابسط الامور. هي الامر بسيط، وملعب شنيا خسروا عليه مئات الملايين باش يعشبوه باش ينظفوه باش يهيئوه، وما يخسروش منصه صغيره للصحافه ما تكلفش ببعض المئات من الدنانير. الاعلام يتفكروه كان وقت الهرج والمشاكل، وقتها السب والشتم في الاعلام، عم باش توفر له طريقه عمل وظروف طيبه للخدمه. هذه في الحقيقه الناس الكل تتنساها، السلطه والجمعيات والاحباء كيف لحمه الكرومه متاكله ومذمومه. طيب والله تشوف الظروف تاع النقل، معناها عندنا سنوات وسنوات نعانوا في الشيء هذا، معناها سواء في ملعب شنني، مطويه، مارد، غنوش، مشمى، كما ما عدا ملعب الاولمبي بجابس اللي فيه منصه، معناها في كل شيء. الظروف هذه معناها بصراحه ناخذين عليها ونتماشى معها ونتعاملوا معها، وحتى اللي نحن ربي وكاو. سي محمد اخوي، يظل لي ظروف صعبه جدا للنقل في الملاعب، راك تشوف لو كان، شنو رايك معناتها في ملعب شنيني تحديدا؟ مش حتى في ملعب شنيني، في جل الملاعب في جابس. لا معناتها قطع النظر على الملعب المعشي، الملعب الاولمبي في جابس، معناتها بالنسبه لملعب وشم وملعب شنيني صراحه الظروف صعبه في النقل، حتى الموقع بتاعنا يقولوا الناس باش نقلوا المباراه معناتها في احسن الظروف. شنو طلباتكم؟ والله نتمنوا هذا طلب ونداء كنا طلبناه في عديد اللقاءات وعديد الملتقيات، بتوفير منصه خاصه للصحافه معناتها بمختلف وسائل الاعلام، معناتها لتامين معناتها الظروف، تامين المقابلات في احسن الظروف. ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله في المقابلات القادمه ان شاء الله في ملعب شنني وفي بوشمة وفي مارد وفي الحامه يتوجدوا معناتها مطويه وكذا ومبودره يتوجدوا منصه الصحافه. شكرا لك سيدي احمد.